اليوم نظمنا التحرك هذايا بتاع اليوم في شارع الحبيب بورقيبة. تحركنا مستقل عن جميع الأطراف السياسية الكل، كل طرف أعلن التحرك متاعه وقتاش مش يصير. فما أطراف مالجري أنها أعلنت على التحرك متاعها والوقت متاعه، لكن حاولت أنها تجي في وسطنا. احنا ما نتحملوش مسؤولية تواجدهم معنا وما نتحملوش مسؤولية تصريحاتهم. احنا عملنا حملتنا وبديناها وحدنا باستقلالية تامة عن جميع الأطراف السياسية، وهذا حملة مانيش مسامح. ما هيش جاية من فراغ، هي امتداد للحملات اللي فاتوا، امتداد للحركات اللي فاتوا، حملة شكون قتلهم، حملة خذ حق الكرتوشة هي حق الشهيد، حملة لن ننساكم، حملة لن نستسلم، هي امتداد لجميع المعارك اللي تلمينا عليها ومازلنا نتلموا على معارك قادمة. ومعركتنا هي مشروع قانون المصالحة، وما عندناش حتى معركة أخرى مع حتى إنسان خاصة لليوم. سياسياً هو قانون لتبييض الفاسدين، وقانونياً هو انقلاب دستوري وانقلاب على مسار العدالة الانتقالية، واللي الغاية منه هو رد الاعتبار لرجال أعمال أو لرجالات قدموا خدمات للفريق الحكم اليوم، ثم يقوموا يردوا لهم في الجميل بمعناها رفع كل قضية تتعلق بهم. وهذا يضرب وينصف مبدأ العدالة الانتقالية، اللي ما نعتقدوش أنه نجم نحكيه على انتقال ديمقراطي وعلى مؤسسات ديمقراطية إذا ما نرسيوش مسار العدالة الانتقالية ضمن مؤسسات منبثقة على هيئة تأسيسية. لن نسمح بهذا القانون أن يمر، لابد من المحاسبة وتفعيل قانون العدالة الانتقالية بصفة جدية. اليوم في قانون الطوارئ الجائر الظالم احنا خرجنا مصرين باش نخرج، ما ينجم حتى حد يسحب منا هذا الحق، ونحن سنجعلهم يسحبون قانون المصالحة مع نصوص. المسيرة تاع اليوم اللي نظمها اللقاء الوطني المدني السياسي، الحاجة الأولى الهدف منها هو الدفاع عن حرية التوانسة في التظاهر، الحرية اللي في الأيامات الأخيرة وقع انتهاكها عديد المرات. النقطة الثانية هي التعبير عن موقفنا من قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اللي احنا نطالبوا بسحبه. لا يعني هذا وأن ضد المصالحة، ولكن نحبوها في إطار الدستور، في إطار العدالة الانتقالية، في إطار الشفافية. نحن باش نواصلوا التحركات نتاعنا سواء كان في البرلمان أو سواء كان منها في الشارع، في إطار القانون وفي إطار الدستور. وفي نفس الوقت نحن على استعداد باش نناقشوا أي مقترحات بديلة بعد سحب هذا المشروع. احنا المسار ماناش ضد المصالحة، ولكن المصالحة تدخل في إطار العدالة الانتقالية، ومش ممكن المصالحة باش تتم من جانب واحد، هي يلزم تكون محل توافق وطني عريض. هذاك علاش احنا مع سحب هذا المشروع اللي مع الأسف قسم المجتمع المدني والسياسي، وقت اللي المصالحة يلزم تكون في نهاية الأمر نهاية المطاف وتكون محل توافق وطني عريض. هذا انتصار نعتبره للديمقراطية، نعتبره انتصار للشارع، انتصار لحق التظاهر، وانتصار لتونس الجديدة اللي نحبوا نبنوها. الشارع يهبط باش يحتج على قانون المصالحة الاقتصادية اللي يعتبره التفاف على العدالة الانتقالية، خلق للدستور وتبييض الفاسدين.